في الحلقة الأولى من بيبان. بل 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 نتكلم عن ملايين، محدش فاهم سوري اعذروني، هم في كوكب احنا في كوكب. على أنا عندي أوفر، أنا مستثمرة وطالب 250 ألف، ما عندك فلس واحد إيرادات ولا عندك أرباح ولا شيء. إحنا يبنى المطرقة وإحنا نطقينا. أنت يعني مستوعب اللي أنا قاعد أشرح عليه؟ فعلاً صعب إنك تبرر هالثمانية مليون. رأس المال خواف 10 أضعاف. إيه طبعاً أنا انسحبت. تبون 500 ولا لا؟